بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ثلاث أشخاص ربنا مش بيزكيهم أبداً يوم القيامة، ثلاث أشخاص ربنا مش بينظر إليهم، ثلاث أشخاص ربنا توعدهم بالعذاب الأليم. فالثلاث رسائل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: احذر أن تكون واحداً من هؤلاء الثلاثة. ورد الثلاث أشخاص والثلاث رسائل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زاني، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ثلاثة ربنا مش بيكلمهم يوم القيامة، ومش هينظر إليهم ولا يزكيهم. نظر ربنا يوم القيامة رحمة، كلامه يوم القيامة جبر خاطر، تزكية يوم القيامة نجاة. فالثلاثة دول ملهمش نصيب في حاجة من ده أبدا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهم عذاب أليم. الحديث بيثبت شيء عجيب جدا. هم الثلاثة دول هم مين؟ شيخ زاني. كلمة شيخ يا جماعة معناها إنه رجل سنه كبير، مش شيخ يعني شيخ في الدين، لا، وأبونا شيخ كبير، فنسمي شاب والكبير نسميه شيخ، يعني رجل كبير في السن وزاني. طب ليه والعياذ بالله؟ كبر السن فضعفت الدواعي وكمل العقل وعندك الزوجة الحلال لا محالة. طيب النوع الثاني ملك كذاب. ملك هنا مش لازم يكون يعني ملك وأمير، لا خالص، رب الأسرة في بيته ملك، المدرس في فصله ملك، المدير في شركته ملك، المحاسب في مكتبه ملك. فأنت كبير، يعني ما الذي يدعوك إلى الكذب؟ لأن الإنسان قد يكذب إما لجلب نفع أو دفع ضر، وأنت ما الذي تريده؟ طيب النوع الثالث عائل مستكبر. عائل هنا ذلك أدنى ألا تعولوا، العائل يعني الفقير جدا، فقير ومستكبر. طيب ما الذي يدعوك إلى الكبر؟ أنت بعيد عنا وعنكم، أنت رجل فقير، ما الذي يدعوك إلى الكبر؟ ما فيش ما يدعو. الغني قد يكون هناك دواعي. فالحديث بيتكلم عن ثلاثة ضعفت الدواعي للمعصية. الحديث بيثبت مبدأ عظيم جدا جدا جدا، مبدأ النسبية في بعض الذنوب. فالذنب أمر نسبي والحساب عليه كذلك، كلام مهم جدا. فالزنا ذنب نعم، لكنه من الشاب غير العجوز، ومن المتزوج غير الأعزب، وكذلك الحساب عليه أمام الله عز وجل. فالناس بأحوالهم وظروفهم وحال الذنب ووقته ودوافعه يختلفون، وما يؤخذ فيه الاعتبار أيضا لدى القاضي. مبدأ مهم جدا، مبدأ النسبية في بعض الذنوب، هنأكد عليه، لكن بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل. ورجعنا لكم تاني. حديث عظيم جدا بيثبت مبدأ النسبية في الذنوب. فالذنب من الزنا من الشاب غير الزنا من الرجل العجوز، والكذب من الملك أو الأمير غير الكذب من السوق والناس العاديين من أسيادنا، والكبر من الغني غير الكبر من الفقير. فالزنا جريمة لكنه أشد جرما من العجوز، والكذب جريمة لكنه أشد جرما إذا صدر من صاحب السلطة، والكبر جريمة لكنه أشد جرما إذا صدر من الفقير لانعدام الدواعي إلى ذلك أو ضعفها. مع كل ذلك باب الله مفتوح لا يغلق أبدا،
فإن تاب الإنسان تاب الله عز وجل عليه وكلمه ونظر إليه وزكاه مهما كانت الذنوب، حتى وإن كان شركا، حتى وإن كان قتلا، حتى وإن كان زنا. قال الله عز وجل حكاية عن صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني قتل، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا الله، إلا فتحت كل الأبواب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. مهما كان عملك، مهما كان ذنبك، مهما كانت معصيتك، باب الله مفتوح لا يغلق أبدا. كأن ربنا بيقول لك: متى جئتني قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك، إن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك مهرولا. بابي ليس عليه بواب، بابي لا يردك عنه حجاب، من الذي أتى بابنا فطردناه، من الذي سألنا فما أعطيناه، من الذي دعانا فما أجبناه، الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. ثلاث رسائل في منتهى الأهمية. الرسالة الأولى: احذر من الزنا، احذر من الزنا بكل دواعيه، فاحذر من إطلاق البصر، لا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل، ولا تخلون بامرأة أبدا، ولا تحدث امرأة إلا بالدواعي والضوابط الشرعية. فالرسالة الأولى: احذر من الزنا. الرسالة الثانية: احذر من الكذب، احذر من الكذب، لأن الكذب أفجر الفجور ويهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الرسالة الثالثة: احذر من الكبر، لأن الكبر هو الذي جعل إبليس شيطانا رجيما، فربنا قال له: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. ثلاث رسائل، أهم ثلاث رسائل في حياة الإنسان، من أهم، من أكبر الموبقات والعياذ بالله، الزنا والكذب والكبر، أكبر ذنوب تهلك الإنسان دنيا وآخرة، وتجعل ربنا سبحانه وتعالى يغضب على الإنسان ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه، ويكون خصمه يوم القيامة، وتوعده الله عز وجل بالعذاب الأليم. إيش معنى التلاتة دول مع بعض؟ لأنه التلاتة دول: عمل المعصية مع ضعف دواعيها، عمل المعصية مع ضعف أسبابها، عمل المعصية بما يشبه سبق الإصرار والترصد. الرسالة الأولى: احذر من الزنا. الرسالة الثانية: احذر من الكذب. الرسالة الثالثة: احذر من الكبر. اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يا رب العالمين، اللهم غض أبصارنا عن الحرام، اللهم غض أبصارنا عن كل ما لا يليق، اللهم احفظنا وأولادنا من الزنا، واحفظنا وأولادنا من الكذب، واحفظنا وأولادنا من الكبر، اللهم آمين.